السلام عليكم، معكم عبد الهادي ميزولايت. اليوم راح نحلوا مشكل واحد اخر من المشاكل نتاع بروجيكت اولر. اليوم رانا في المشكل رقم 4. بون ابارامون السيت راه فيه بروبليم ديجا، دونك ما غاديش نجمو نفيريفو ريزولتا نتاعنا، مي تنجمو تفيريفوها وحدكم. بروبليم شي يقول لك، يقول لك باللي النومبر باليندروم، باليندروم هو حاجه اللي تقرا ادروات اغوش واغوش للدروات. هيا لا كيما هذا، لو كان تقرا كيما هكا 9009، لو كان تقرا كيما هكا ثاني 9009. يقول لك اكبر نومبر باليندروم اللي تنجم ديره من الضرب نتاع رقمين زوجيين، رقمين ماشي زوجيين، رقمين تاع ما فيهم رقمين، هو 9009. هذا هو اكبر رقم. يقول لك انت وحدك القالشه ولا اكبر رقم اللي تنجم ديره من لو برودوي نتاع 3 نيميرو، فيدير دو برودوي دو نيميرو اللي فيهم 3 كاز. بون اولا راح ان شاء الله نديرو دو بوكل اللي فوتو من 100 حتى ال 1000. علاه؟ باسكو تحت 100، تحت 100 رانا في دو كاز، 100 رانا 3 كاز، في 1000 رانا في 4 كاز، دونك غادي نوصلو حتى 999 من 100. ايا هنايا غادي نديكلارو هاكا 100 حتى ال 1000. بون هايا سي بون، ديكلارينا البوكل تاعنا. دروك غادي نبداو نشوفو شويه كيفاش نخمو لها. دروك غادي سوا ديزون نجبدو البرودوي تاعنا هو اللي نتحقو، نعم هو تساوي اي فوا جي. من بعد اي فوا نخمو في عفسه واحده اخرى. دروك كيفاش نفيريفيو لا هذا النومبر باليندروم ولا لا؟ اولاتها كي شغل اليد الاولى اللي تجي للعقل تاع البنادم هي انك خصك دير له الريفرس، يعني تعكسه وتشوفه الى كيف كيف. ولكن باش تعكس يعني تيب انتجر، ولو انه ممكن ولكنها صعبه، وحنا ما راناش باغيين نصعبوا سؤال على رواحنا، حنا رانا باغيين نسهلوهم. لوجيسيال يقول لك سهل مين تبغي دونتري انفنت دويل، يعني ما تعاودش تختار على الاشياء من عندك، كاين دي ميثود خدمهم وحدك. بون هذه تاع الانفيرس كاع جايه سيبورتي من عندهم، وين في واحد التيب سبيسيفيك اللي هو سترينغ، يعني دونك خصنا هذا النيميرو نتاعنا نردوه سترينغ ونديرو له ريفرس، ومن بعد نفيريفيو لا ريفرس كيف كيف. ايا اولا تهضروا خصنا نديكلارو سترينغ ونديكلارو النيميرو نتاعنا ايفيدامون تاعنا. اي نيم هذا اللي درو درناه باسكو ما ديكلاريتاش ولا انه انديزار بها غير، بعد نديكلارو سترينغ نمبر بعد ريفرس. نعم ندير شي ريفرس باسكو مع ستاندر وكا غادي تخلطنا سترينغ بارك. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو نمبر تو سترينغ. نعم ومن بعد اش غادي نديرو؟ غادي نديرو ريفر يساوي نمبر. ومن بعد في راك تشوفو بالك درت انا انكلود سبيسيفيك اللي هو انكلود الغوريثم. هذا الغوريثم الانكلود تاعها فيها واحد لي فونكسيون سبيسيفيك، كيما باغ اكزومبل من تبغي تست في الصورت، يعني من تبغي تست فيهم التصاعديا كاين بليزيغ الغوريثم، وهاي يخدم بالالغوريثم لو بلو رابيد اللي هو كويك صورت ولا ما صورت الله اعلم، دونك خصني نديري فيها. مي بون دروك كاين بليزيغ الغوريثم في هذيك، حنا نسحق واحد الغوريثم سبيسيفيك هو ريفرس، هو عادي ريفرس غادي تعطيه ايتيريتور كيما يقول لك. هاد صوالح كاع ايتيريتور ريفرس ستاندر لايبرير هادو كاع غادي نشوفوهم بعدا في واحد السيري. بوغ لو مومون خصك تفهم باللي غادي يريفرسينا سترينغ، هذا ما كان. اي دروك غادي نديرو ريفرس، لا باش يعكسها هي خصنا نديرو ريفر دوت بيجين مع ريفر دوت اند. اوكي دروك شنو غادي نديرو؟ غادي نفيريفو الى ريفر ايكولز نمبر، باسكو هما في زوج سترينغ دونك نجمو نفيريفو. اند خص تاني لو نومبر الجديد هذا مام لو كان يكون يساوي خص يكون اكبر من لو نومبر ديجا اللي رانا مستورينه، دونك نام اكبر من ماكس. في هاد لوكا ماكس يساوي نيم. اوكي وهنا كاع من يكمل دونك عندنا ريزلت تاعنا، غادي نديرو سي اوت ماكس اند لاين. هنا نكومبيلو وهذه هي الريزلطة. نتلاقى في حلقة أخرى إن شاء الله من ميزولايت.